الاولى تعالى محمود مكسوف ليه يطلع انت بتاع ده يومك يومك طبعا مع الرابطه يعني من هذا المنطلق سعيد الاعلان عن اطلاق النسخه الاولى من جائزه التميز للشباب الصحفيين والاعلاميين في مجال الشباب والرياضه بدءا من الاول من مارس اتفضل الفائز على جائزة بقدرها 20,000 جنيه سواء له او لاسرته زي الدرع الخاص بك.